طيب هنروح لخبر كرة السلة. أشكركم يا جماعة. خبر كرة السلة، كان في مباراة مهمة يوم الاثنين اللي فات، الأهلي ومصر التأمين في ربع النهائي كأس مصر. طبعا كانت مباراة مهمة، مصر التأمين فريق محترم جدا ان هو يوصل دور الثمانية في كأس مصر، لولا ان القرعة وقعته مع النادي الأهلي اتصور كان ممكن يوصل قبل النهائي، والنادي الأهلي فاز بنتيجة كبيرة الحقيقة 97-45، ونادي مصر طيران الحقيقة قدم يعني مباراة جيدة، ولكن النادي الأهلي كان أفضل خلال سير المباراة. كاميرا الأبطال ما فوتتش هذه المباراة بالرغم من إذاعتها إذاعة قناة النادي الأهلي لهذه المباراة، ولكن كاميرا الأبطال راحت أرض الملعب وسجلنا التقرير ده مع اللاعبات والجهاز الفني، اتفرج عليه بحضراتكم ونرجع لبعض تاني. دايما اي ماتش بعد توقف طويل لمده 40 يوم تقريبا نص فرقتك مش معاكي، بتمرني 6-7 لعيبه والباقي كله من فريق 18 و16، بيبقى دايما في تخوف، تخوف ان الناس جايه وخصوصا بتوع المنتخب واخدين تصفيات منطقه 5 بقالهم فتره بعيد عن السجل، جايين فرحانين لسه كسبانين قبلها 3 بطولات، فالحاله اللي هي ايه العاديه مفيش تركيز، كنت قلقان من دي وكنت بتمنى الجيم يخلص من غير ما احمل عليهم، برضو هم جايين من اوفرلود حتى لو واخدين 5 6 ايام راحه وما يتعوروش في نفس الوقت او الـ6 اللي باقيين. الحمد لله رب العالمين قدرنا نعمل ميكس اللي كانوا بيتمرنوا الاول وبعدين دخلنا بتوع المنتخب واحده واحده لحد ما الدنيا الحمد لله فتحت او بقى السكور رحت انا مريحهم خالص، ولعبنا باللي كانوا موجودين اتمرنوا الفتره دي عشان ما حدش يتعور او حد يجهد. الـ7 الـ8 اللي كانوا موجودين بصراحه كانوا ملتزمين جدا، التمرين مرنتهم الاول لوحديهم كان الموضوع حمله عالي قوي، بدا يبقى فيه شد، فدخلت حوالي 7 مجموعه من ال 18 ومعظم فريق ال 16 2007 حوالي 8 9 10 بنات بالتناوب، خلوا شكل التمرين بقى فيه اكتف، بقى فيه جري، بقى فيه 5 على 5، بقى فيه مراجعات منهم هم بيحفظوا، منهم الكبار بتوعي ما يقعوش مني ان انا احافظ عليهم بيجروا مع ناس، منهم من الصغيرين نقيم مين قادر يكمل مع الدرجه الاولى ومين مش قادر، هي اكتر من حاجه. فالحمد لله كانت نجح، عملنا في النص ماتشين مباراتين وديتين مع الزهور وجزيره الورد والشمس 3 ماتشات ما كانوش سيئين، وظهر من الناشئين ناس كويسه ادوا بشكل جيد. الافضل في الموضوع ان انا الحمد لله بدون اصابات، يعني انا بدون احمال عاليه، بدون حد شد هنا او كده، ده المكسب من الموضوع. فدي يعني مش عايز اقول ايه، دي من مميزات جيم النهارده ان هو الحمد لله بدون خسائر. يعني انا بقول لك الفتره طويله قوي ما فيهاش ماتشات جامده، كجماعي الموضوع مش احسن حاجه، وخصوصا ان انت في فرقه 6 فرق قدام معاكي بقى لهم شهر ونص مش معاكي، و6 فالاثنين بيلعبوا مع بعض لسه عايزين يفتكروا بعض تاني، انما مجمل بالورقه والقلم عندك ثوابت، بتدافع كويس، فرقه جايبه 50 بونت. انا يعني انا من اول السنه وانا بحفظ فرقتي او دايما محاضراتنا او كلامنا ان نخلي الفرق في الـ50ات، يعني اخر الـ50ات بحد اقصى، يوم ما بيطلع في الـ60ات بنسمح، يعني لو حصل النهارده بات دي في الديفنس انما بنحاسبهم على ده عشان يبقى ده فوكس، ان انت دايما عامله جود ديفنس، والاوفنس لو انا مش موفق في الاوفنس انت عامله جزء كويس في الديفنس. فالحمد لله رب العالمين خطوه كويسه، وانا راضي على الجيم يعني بفضل الله. يعني احنا ان شاء الله الدور الثاني في دوري السوبر يوم 7/3/7 مارس هنخلص السوبر كله، وبعدين السيمي فاينل الكاس والفاينل، وبعدين بيست اوف 3 او دور الثمانيه في دوري السوبر وهكذا من اخر 4، بس الدور اللي بعديه كله الدور الثاني في دوري السوبر. الحمد لله جهزنا للجيم يعني كويس، الحمد لله راجعين المنتخب جاهزين وكويسين وكانوا بيلعبوا مع بعض، في نفس الوقت احنا لما جينا هنا كابتن كان شغال معانا، اشتغلنا ماتشات وديه، اشتغلنا حاجات اندفيدوال وكده عشان كل واحد يحسن من نفسه بس، واول ما جينا ما كانش قدامنا وقت كتير الصراحه، كان كام يوم بس، برضو احنا حافظين بعض شويه الحمد لله، بس فدخلنا مع بعض يعني يوم التاني وده كان بنجهز ده يعني، وده الحمد لله هم فرقه محترمه وكل حاجه، بس احنا كنا قد مسؤوليه يعني كده كده فريق مصر تأمين فريق محترم، وكده كده لازم نحترم اي فريق بنلعبه، بس احنا كده كده شغالين على نفسنا اكتر حاجه، وكده يعني هو ديفنس احنا بنعمل ديفنس خلاص هنكسب كده كده ان شاء الله يعني، بس احنا الحمد لله لعبنا تيم ورك ولعبنا ديفنس كويس، اول ما دفعنا جامد قوي في الاول ما كانش لسه فارق سكور،
بعد كده لما دفعنا كويس قوي لا خلاص فرقنا، فابتدينا كلنا نلعب مع بعض اكتر، فابتدى كله بشكل كويس، بس فرقنا بقى السكور خلاص يعني. بس اعتقد الراجع من الدوري خلاص في اول 3 ان شاء الله، بس هنشوف بقى غلطاتنا في الجيم ده هنشتغل عليها. هنراجع بقى الحاجات ناقصه حاجه، الحاجات الانديفيدوال، حاجات التيم ورك، الديفنس بقى اي غلطات وكده، بس ان شاء الله نجهز كويس قوي للماتشات يعني ان شاء الله. النهارده كانت مباراه مهمه جدا لينا، لان احنا بقى لنا فتره متوقفين، فدي كانت بدايه بالنسبه لنا مهمه ان احنا نبدا الماتش كويس جدا من الاول، ان احنا مش عايزين ندي اي فرصه ان الماتش يبقى مأزم او كده، عشان ده مكسب مهم، لان احنا في الكاس اي خساره هنطلع بره، واحنا هدفنا ان احنا ناخد كل البطولات السنه دي ان شاء الله. فدي كانت ستيب، اول ستيب لينا ان احنا نكسب ان شاء الله، ان نخش في الكاس للسيمي فاينل والفاينل ونكسب بطوله ان شاء الله. الماتش الحمد لله احنا بدانا بدايه كانت يعني في الاول كانت مش موفقه شويه، بس احنا الحمد لله قدرنا نلم نفسنا من الاول خالص، والحمد لله دفعنا ولعبنا مع بعض كويس قوي وقدرنا نكسب بشكل كويس الحمد لله. احنا في الفتره دي الحمد لله كان يعني الناس اللي كانت في المنتخب كانت بتتمرن كويس قوي صبح وبالليل، وكانوا جاهزين من البطوله، واحنا الحمد لله في الفتره دي كنا بنتمرن كويس قوي الفتره دي، وعملنا ماتشات وديه عشان تجهزنا برده للماتش، الماتش ده عشان ماتش مهم، فكنا الحمد لله في الفتره دي الكابتن كان مركز معانا على كل حاجه، كل الاخطاء اللي كانت عندنا اشتغلنا عليها كويس قوي عشان نبدا نظهر الحمد لله باول بشكل كويس في اول ماتش الحمد لله. عندنا المفروض بعد الماتش ده كمان اسبوع ان شاء الله بدايه الدور الراجع من الدوري، فاحنا الفتره دي برده مركزين ان احنا عايزين نبدا من الاول الماتشات كلها مكسب ان شاء الله، مش عايزين نخسر اي خساره السنه دي ان شاء الله، فاحنا مركزين كويس ان من اول ماتش ان شاء الله احنا هنكسب يعني ان شاء الله.